برضو كمان عندنا فريق 2000 بيقترب من حسم بطولة منطقة القاهرة. معانا على الهاتف الكابتن أمين عرابي المدير الفني لفريق 2000. ازيك يا كابتن أمين؟ يا كابتن أسامة ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. وحشني. ربنا يخليك يا أبو الكباتن. ما شاء الله محقق نتائج ما شاء الله، يعني فريق 2000 بيقترب من حسم بطولة منطقة القاهرة. إن شاء الله بإذن الله، يعني فاضل لنا احنا فاضل لنا 6 ماتشات. بإذن الله لو حققنا الفوزين في الماتشين اللي جايين، الماتش الجاي المقاولين العرب بعديه تقريبا بين السيرات، لو حققنا الماتشين دول مش هنبقى محتاجين اي بونت من الاربعه اللي بعد كده. لكن انت عارف ان عهد النادي الاهلي دايما ان هو بيفكر في المكسب على طول، ودي شخصيه النادي الاهلي، وربنا يكرم باذن الله ان احنا نعدي ونكسب باذن الله الماتشات الباقيه جايه كلها. ان شاء الله تقدروا تحسموا البطوله بدري، يعني متبقي 6 ماتشات، لو كسبتوا الماتشين اللي جايين حسبتوا البطوله رسمه يا كابتن امير، مظبوط كده؟ باذن الله، يعني بشكل كبير جدا ان شاء الله. ما شاء الله دلوقتي وانا بقرا الخبر، يعني بقرا النتائج بتاعه 2000، ما شاء الله يعني 56 نقطه مكسب كل الماتشات ما عدا تعادل ماتشين بس، مسجلا 80 هدف وتلقى 12 هدف في شباكه، ما شاء الله ارقام قياسيه يا كابتن امين. والله الحمد لله، ده بفضل النادي كله وتعب النادي كله، المدربين كلها اللي بتشتغل واللي ساعدت الفرقه ديت، واحنا بنكمل وراهم، وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن اسامه دي شخصيه النادي الاهلي، ولازم يبقى النادي الاهلي كده. وانت يمكن كنت لعبت في الاشبال ولعبت في المراحل السنيه كلها، ما تعودناش على غير كده، فهو ده اللي احنا ماشيين عليه، ويا رب يكملها على خير باذن الله. كابتن سيد عبد الرازق نجم الاسماعيلي بيقول بيرضعوهم بطولات في النادي الاهلي، ايه رايك في المقوله دي يا كابتن امين؟ والله دي بطوله، ده مقوله حقيقيه، وانت عارف ان احنا طول عمرنا في النادي الاهلي بنحاول نبث الروح دي في اللعيبه، وبنحاول نبث في شخصيه النادي الاهلي في اللعيبه، ونحاول نعرفهم ان احنا التعادل بالنسبه لنا بتبقى خساره. تمام. مع اي حد. تمام. هي دي فعلا، يعني زي ما بيقول الكابتن عبد الرازق بنرضعهم بطولات. ده العهد اللي النادي الاهلي اتنشا عليه. تمام. والحمد لله بفضل الله، يمكن على تاريخ النادي الاهلي، وانت يمكن في تاريخك يمكن ما خسرتش ولا بطوله. الحمد لله. الناشئين. فاعتقد ان دي ان شاء الله تبقى مكمله للانجازات السابقه، واحنا بنحاول وبنجتهد، وكل جيل بيسلم الثاني سواء مدرب او لعيب او او او، وهو ده اللي بعد كده بيفرق مع النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله. تمام. بالرغم انك ما بتلعبش كامل في المباريات، عمليه التصعيد داخل القطاع، يعني ما شاء الله دايما فريق 99 وفريق 97 بياخدوا دايما من فريق 2000، لكن ما شاء الله محقق نتائج مميزه جدا يا كابتن امير. بص يا كابتن اسامه، انا في الحته دي عايز اقول حاجه كويسه جدا. انت عارف النادي الاهلي كل اللعيبه اللي بتلعب فيه ولاد النادي، وكلهم لعيبه كويسين. وطبعا حته ان انا يلعب مع الاكبر مني دي بتزود اللعيب وبتزوده، ويبقى في امل ان هو يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي. تمام. فدي بالعكس، احنا بنقدم كل الدعم لكل الفرق، من اول يمكن مدرسه الكوره بتقدم الدعم للفرق، واحنا بنقدم للاكبر مننا وبناخد من الاصغر مننا. دي سياسه النادي الاهلي حاططها، سياسه التصعيد، لان في النهايه احنا هدفنا الاول، احنا بندور على بطولات ناشئين، لكن الهدف الرئيسي الفريق الاول، الفريق الاول وصعود لعيبه تجيد اللعبه في الفريق الاول. تمام. كلمنا بقى عن المواهب الموجوده داخل 2000، فعلا عندنا مواهب في فريق 2000؟ يا كابتن اسامه مش عايز اقول لك، يعني حدث ولا حرج على المواهب، ويمكن انت فريق 97 وفريق 99 بياخدوا مني في حدود 10 لعيبه، ومع ذلك انا بلعب برضه بعض اللعيبه الثانيه خالص، مش عايز اذكر اسماء، لان فعلا كلهم مواهب، وكلهم ان شاء الله بينتظرهم مستقبل جيد جدا في النادي الاهلي. واتمنى ان القطاع الكوره وقطاع الناشئين بالذات يقدم لعيبه للفرقه الكبيره، لان هو ده الهدف الرئيسي. واتمنى برضو ان قطاع الكوره في الفريق الاول لازم يبص بنظره كويسه لقطاع الناشئين، لان فعلا في مواهب كتير جدا. ولو انت شفت يا كابتن اسامه دلوقتي اللي شايلين النادي على كتافهم ولاد النادي الاهلي، كريم نيدفيد ورمضان صبحي وطبعا مع اولاد النادي الصفقات النادي الاهلي برضو يعني بيبرمها برضو، اول مجرد دخول النادي الاهلي بتحس انهم اتربوا داخل النادي الاهلي برضو يا كابتن. طبعا، لان هو النادي الاهلي لما بيجي يختار لعيبه يا كابتن اسامه بيختار شخصيه النادي الاول. تمام. ما بيختارش لعيب كوره وخلاص. مظبوط. في مصر مليانه لعيبه كوره، لكن مين اللي يقدر يتحمل فانيله النادي ويبقى شخصيه النادي الاهلي ويتحمل شخصيه النادي الاهلي ويتحمل جمهور النادي الاهلي؟
ضغط غير طبيعي. لكن احنا بنقول ان احنا عندنا لعيبه كتير في قطاع الناشئين، مش في فرقه 2000 بس، في التسعه وفي السبعه وكل المراحل، ويا رب ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه، لان الكابتن خطيب مأكد على الحته دي كويس ومهتم جدا بقطاع الناشئين بصراحه. تمام. اهتمام غير عادي بالقطاع، وان شاء الله باذن الله نقدم الافضل دايما للنادي. ان شاء الله كابتن، كل التوفيق للكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000 والجهاز الفني لفريق 2000. شكرا جزيلا للكابتن امين عرابي. نروح